بسيطة. الحب يا أحبابي كيمياء، فزوها الكلمة، الحب كيمياء يغير طبائع الأشياء. أبدا طبيعته بتتغير. الحب كيمياء يغير طبائع الأشياء. خليه يحب هذا رفيقه ويصحبه ما بلاقي لنا قلب كله. حب واحد بيحب برشلونة بصير برشلوني، حب واحد بيحب ريال مدريد بصير ريال مدريدي، حب واحد بيحب الله بتصير اللهوي، حب واحد بيحب النبي بتصير أبدا ابن الفارض. صح؟ حب حب، الحب هو الأصل. والنبي شلون رب الصحابة اللي انتا وعدوا يلا الله 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 الله, الله. هيك شلون رباهون النبي؟ لا والله ما هيك رباهون. شلون رباهون؟ حب 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 حب، حتى طلع الحب من عيونهم. اتغيروا وتبدلوا وتحرقوا بالنار. وخباب شو يقول؟ لا أترك محمدا. لك هي الرابطة، هي الرابطة. ما يقول لا إله إلا الله، لا أعمله لا أترك. رجعوا لكتب السير، قالوا لا أترك محمدا، ما بتركه. حرقوا بالنار قالوا ما بتركه. شو مساوي فيك محمد؟ شو مساوي فيك؟ حبيته. هي القصة كلها مثل اللي بيحبوا أم كلثوم وبيحبوا فلانة وفلانة من المطربات والمطربين، تلاقي صورة بالحيطان عنده وبالهي وبشكلة المفاتيح على الموبايل. ويا لطيف شو صار بالدنيا. فت مرة عند واحد كان بيحب واحدة، ما بدي لكم اسمها، لا أجنبية أمريكية مشهورة. فت لعنده مرة قلت له مجنون أنت، صورة قد الحيط، تفتل هيك صورة هون صورة هون. هو نايم حاطط صورة جنب التخت كان وعم يغفل عم يطلع فيها. وشايفه هذا هذا أنا ما أنا قلت له أنت مو محب، لو عنا بميزاننا نحن أنت مو محب. قال شو مو محب؟ موت فيها أنا. قلت له لو بتحبها ما في داعي تحط صورة، لأنه صورة ما عم تفارق خيالك، هي جديدة ما اللي بتخيلها. أنا أحيانا وبنشغل أحيانا قلت له معناتها حبك ناقص، أنت بدك تكلف وتعمل للرابطة. بس هديك رابطة خبيثة. قلت له أما نحن لا، رابطتنا الشيخ بخيالنا على طول لو ما حطينا صورته. هي الصورة زيادة يعني هيك وفاء معه، أما هي بالصورته هو. هذا الحب، هي الرابطة، هي اللي بتربي المريد. أما قال له تعال مسك سكور، الله الله والله وجعوني ركبي والله ظهري رجعني. قال شو يعني الله؟ لا 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 الله ما في أكرم منه. بس ما في مناسبة بين قلبه وبين الذكر. قلبه دنس نجس، قلبه تركة زبالة. شو بدك تحط فيه عطر؟ مين بيرضى يحط عطر تركة زبالة؟ يعني إذا أجت تركة زبالة وقالت لك عطرني بتعطرها؟ لا، روحي تغسلي بالأول، روحي نظفي حالك بعدين بعطرك. صح؟ آه بعدين بعطرك. كمان قلبك دنس بدك تذكر الله الله، ما إذا عليك بتم الذكر برا ما بيفوت لجوا، لحتى تطهر القلب تزكي القلب. اللي بيزكي القلب هالشيخ المسكين بتحبه بتمسح زبايلك كلها فيه. وهذا الواقع، الشيخ أحيانا بيكون في قمة الصفاء بجلسة واحدة مع المريدين بيحمل كل زبايلهم، بيطلع هو بده 10 جلسات ذكر لينظف، يعني ليصفي، وقلبه نظيف بس يعني ليصفي. أما هنين طلعوا نظاف ليفة، وهي الحقيقة. الشيخ عبارة عن ليفة بيليف القلوب. شلون بيليفهم؟ بالحب، كل واحد بيحبه بيندمج فيه، فبيأخذ من الشيخ صفاء وبيعطيه العكارة. ولا حول ولا قوة إلا بالله.